اهلا وسهلا بكم مجددا. دائما نتحدث هناك تقنيات حديثة بتدخل بعالم ومجال الطب بتخصصات مختلفة وعديدة. اليوم رح نتحدث عن احدث التقنيات اللي دخلت بمجال تفتيت الحصى وتحديدا بجراحة الكلى والمسالك البولية. رح يكون معنا الدكتور راشد الخلايلة اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية في وزارة الصحة لنتحدث عن أهم وآخر التقنيات في تفتيت الحصى، كيف بتتشكل، كيف بنحافظ على صحتنا بترجع ولا لا، وكيف أيضا نحافظ على صحتنا بعد تفتيت الحصى. فاسمحوا لنا نرحب بالدكتور راشد ونتعرف أكثر بخصوص هذا الموضوع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. شرفني دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، يعني بالبداية موضوع مهم جدا بالأمانة، وكثير في أشخاص بجوز بتروح عن بالهم كثير أمور طبية صحية بخصوص تجمع الحصى أو آلية تفتيت هذه الحصى وأسبابها، لكن إحنا اليوم حابين نعرف الناس إيش هي الحصى، من شو مكوناتها تحديدا. يعني إحنا كثير نفكرها من المي مثلا، من الأكل، من طبيعة الأكل. نتحدث عن مكونات الحصى قبل ما ندخل بتفاصيل كيف ممكن نعالجها ونفتتها تحديدا. نعم، هسا عندنا البول ربنا خالقه أنه يقدر يذوب جميع الأملاح من تلقاء نفسه. نعم. إلى حد معين، هذا الحد إحنا نسميه حد الإشباع، فبس يتجاوز كمية الرواسب الموجودة في البول هذا حد الإشباع، بصير يتكون عنا الحصى والكريستال والأنوية. بعد هيك ببلش الحصى يزيد في حجمه لأنه تجاوز حد الإشباع. فإحنا كل ما تناولنا مي أكثر، كل ما إحنا خففنا من تركيز هاي الرواسب والأنوية وقللنا من تكوين الحصى في الجسم. نعم. فالحصى بتكون أغلبه من الكالسيوم. الكالسيوم بجميع أنواعه، في عندنا حصى الكالسيوم، كالسيوم أوكزاليت وكالسيوم فوسفيت، بدرجة أقل اليوريك أسيد اللي هو اليوريك أسيد اللي هو بسبب مرض النقرس، وبدرجة أقل السيستين ستون، وبدرجة أقل حصى الاستروفيت. فهي هي أنواع الحصى باختصار. نعم نعم. في عمر معين دكتور بيكون معرض أكثر للإصابة بالحصى عن عمر آخر، وهل الوراثة لها دور تحديدا في تشكيل الحصى عند الناس؟ نعم. أو أشخاص أكثر من أشخاص ثانيين؟ نعم، هسا العمر اللي إحنا نحكي البيك اللي بيجي فيه تكوين الحصى من 40 إلى 60. حلو. ومن النادر تكوين الحصى بعمر أقل من 20، يعني الأطفال ولحد عمر 20 من النادر أن يكونوا حصى. ليش؟ لأنه هاي الفترة بيكون فترة بناء، فالجسم بيستخدم كامل الكالسيوم في بناء خصوصا العظم، وبالتالي ما في كالسيوم أصلا زيادة ينطرح في البول، وبالتالي ما في حصى. فالمشاكل بتبلش غالبا بعد عمر 20، البيك تبعتها بتكون على عمر 40. نعم. فهذا بالنسبة للعمر. بالنسبة للوراثة، نعم، عندنا حصى زي حصى السيستين، هذا مرتبط بالوراثة، بيجي على عمر أصغر. فأي حدا بيكون حصى على عمر صغير إحنا بنشك أنه في عنده مشاكل في عمليات الأيض، وبالتالي بيكون حصى. فأي حدا بيجينا عمره صغير بيكون حصى لازم إحنا نعمل له كامل الفحوصات عشان نشوف، لأنه لا دائما في سبب. أوكي. دكتور، قبل ما نروح لموضوع الوقاية، في أشخاص بيكون عندهم أعراض معينة تشمل آلام معينة، وجع معين بمناطق معينة من الجسم. اليوم هل يوجد أعراض معينة لأنه أنا اليوم أعرف أنه أنا اللي راح يكون عندي حصى أو في تجمع للحصى، هل يوجد أعراض معينة أو الشخص يحس على حاله عشان يتوجه للطبيب، ولا خلاص لما يكون الألم دقيق وموجع خلينا نحكي؟ نعم، هسا في بعض أنواع الحصى بتكون كبيرة وماخذة كل الكلية بس ما بتسبب ألم لأنها ما عملت تسكير لسه. نعم. وفي حصى صغير نص سنتي ممكن يسبب ألم كثير والإنسان يروح على الطوارئ. فالألم تبع الحصى أمراض يعني من بيبدأ من غير وجود ألم لحد ألم عنيف. الألم غالبا بيكون موجود في الخاصرة، بيمتد لأسفل البطن، وبترافق معه أعراض زي لعية واستفراغ نتيجة شدة الألم. فهاي بالنسبة لأعراض الألم. نعم. غير هيك ما بشعر الإنسان. نعم. ممكن إلا لما يجي الألم الشديد. دكتور، في أكل نحن بنتناوله بيكون حصى أكثر من أكل تاني، أو هي طبيعة أجسام ممكن تتفاعل مع نوعية هذا الطعام بشكل مختلف عن أجسام تانية تتفاعل مع هذا الطعام؟ نعم، هو عشان أكون صريح معك، هسا يعني في نسبة كثيرة من الأشخاص عنا وفي بلاد برا ما بنعرف سبب تكوين الحصى. هو طبيعته بكون حصى بدون ما نعرف السبب. أوكي. بس في إحنا ممارسات وفي شغلات بتزيد من تكوين الحصى. أهمها عنا الملح، تناول الملح. هسا الملح الزايد عن الحاجة الكلية ما بتطلعه إلا مع المرافق الشخصي إله اللي هو الكالسيوم، ما بيطلعه إلا الاثنين مع بعض. فإن إحنا لما نتناول ملح بكميات كبيرة بيطلع كالسيوم معاه بكميات كبيرة، الكالسيوم بيزيد تركيزه، بيكون أنوية وكريستالات زي ما حكينا، بيكون حصى.
في عندنا بعض يعني بعض انواع ادويه كمان تسبب حصى، يعني مثلا فيتامين سي مشهور عندنا. فيتامين سي بيعمل نعم، اذا اخذناه بمعدل اكثر من 2 جرام خصوصا من جديد يعني باخذوه عشان نظاره البشره هاي، وبالتالي بيزيد من تكوين الحصى. في عندنا فيتامين د، الجميع باخذه بدون اذن طبيب. لما يزيد عن حجمه فيتامين د برضه وظيفه فيتامين د انه يحفز الامعاء يسحب كالسيوم من الاكل بزياده، وبالتالي هذا الكالسيوم الزياده راح ينطرح في الكلى، فلازم بمتابعه الطبيب تشوف الليفل تبع الفيتامين د منيح ما تاخذ بزياده. في عندنا البروتين اللحوم، هسه احنا مسموح لنا ناخذ 1 جرام بير كيلوغرام، يعني مثلا وزننا 70 مسموح لنا 70 جرام، احنا اقل واحد فينا بتناول اقل شيء وقيه نص كيلو لحوم. فهذا اللحوم بزيد من حموضه البول، بزيد من تكوين الحصى، بزيد من افراز اليوريك اسيد اللي هو المسؤول عن النقرس، بزيد من تكوين الحصى. فهي هاي كل الحصى بيجي اغلبها من ممارسات خاطئه. نعم. طب تحدث دكتور عن اساليب الوقايه تحديدا، اليوم الوقايه خير من قطع العلاج، لكن اليوم كيف ممكن يكون في وقايه سواء باساليب صحيه، مراجعه الطبيب بشكل دوري، ايش ممكن نعمل اليوم عشان يكون في وقايه من موضوع الحصى وتجمع الحصى وفحص الملح بالجسم ونسبه الملح بالجسم والكالسيوم تحديدا؟ مهم جدا، كيف ممكن الشخص يحسب هذا الموضوع ويكون دقيق بالمعادله؟ اهم ممارسه شرب الماء، اهم ممارسه، يعني الانسان الطبيعي لازم يشرب كل ساعه كاسه، يعني معدل لترين ونص في اليوم. في ناس يحتاج اكثر. كيف كيف احنا نحدد حاجتك؟ احنا بنطلع على لون البول، اذا كان لون البول غامق لازم الانسان يكثر. في ناس يحتاج 5 لتر مش لترين ونص. ففي معلومه حلوه، موعد شرب المي دائما يكون بزياده بعد الاكل بساعتين. بعد الاكل بساعتين الجسم بيمتص كامل الاملاح وبكون تركيز الاملاح في الدم عالي. احنا بعد ساعتين لما نشرب مي نخفف من تركيز اللود هذا تبع الاملاح في الدم، وبالتالي بنخفف من تكوين الحصى. زي ما حكينا نقلل من اكل اللحوم والملح. بس سريعا دكتور مقاطع بهذا الموضوع، في اشخاص في نصائح، بتعرف كيف احنا كنا بنعرف نفتي دائما بقول لك اشرب مي على الريق، هل هذا بفيد انه انا اليوم انظف هذا الموضوع؟ ما لها علاقة. توزيع المي لازم يكون متوازن على كل اليوم، ما له علاقة أن تشرب في 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 موعد محدد، لأنه بنفس الوقت الجسم راح يخلص من المي هاي وبضله جفاف طول اليوم. فإحنا توزيع شرب المي هو أهم إشي. المعيار تبعنا لون البول تبعنا، فأنت شربت مي كثير الصبح وطول النهار وأنت بالشمس ما بتشرب مي راح تكون حصى. في موضوع مهم، الحمضيات الطبيعية. الحمضيات الطبيعية لازم كل يوم اللي بكون حصى لازم يشرب حمضيات طبيعية. نعم. فيها حمض السيتريك أسيد. نعم. تحول لسيتريت، هذا من أهم مثبطات تكوين الحصى. بالنسبة لمية البقدونس غير مفيدة بالنسبة هاي راح تصدمت أبداً. صدمة للجميع أنه مية البقدونس ما بتنفع، غير مفيدة. أوكي. وشراب الشعير برضو ما غير مفيدة، يعني هذا كل بالعكس، شراب الشعير المتوفر بزيد. حالياً بزيد لأنه في غازيات وفي صودا بتزيد من تكوين. طب دكتور سريعا، هلا اكتشفنا انه معنا حسب الكلى، في هناك العديد من التقنيات الحديثه حتى نتخلص ونفتت هذه الحصى، نتحدث عنها وافضلها ومين الاشخاص اللي بتناسبه هذه التقنيه؟ نعم، هسه احنا الحصى اذا كان صغير وغير مؤلم ممكن يعني ينزل مع موسع للحال مع ادويه ومع مراقبه. اذا كان اكبر من هيك ممكن نلجا ل التفتيت بالموجات التصادمية اللي هو الإيزول. هذا عبارة عن جهاز يعني بحول الطاقة تبعته لموجة ميكانيكية بتدخل الجسم من أماكن مختلفة، عشان هيك ما بتوجع الجسم هي، وبتلتقي في الحصوة. فبتكسر الحصوة. فهاي أول طريقة. ثاني طريقة اللي هي المناظير الجراحية. المناظير في منظار لمجرى البول والمثانة، في منظار للحالب، في منظار مرن للكلية، وفي منظار للكلية عن طريق الجلد. وظيفة المناظير هاي تعطينا رؤية، وفيها قنوات بندخل فيها الأجهزة هاي الحديثة زي الليزر، جهاز الثاليوم ليزر أو الهوليوم ليزر، وبالتالي بنفتت الحصوة وإحنا بنشوفها قدام عنا. في جهاز يعني حديث، جهاز سويسري اسمه يعني سويس ليثوكلاست، هذا بيستخدم تقنيتين اثنين في واحد في نفس الوقت. أول تقنية هي تقنية الجاك هامر، هي نفس الجاك الهامر تبع الحفارة بس على شكل مصغر. بتيجي فيه حديدة وبتشتغل على ضغط الهواء، فهي نفس مبدأ الجاك بتكسر الحصى. ثاني طريقة اللي هي ألتراسونيك، هو مدمج بنفس البروب، بيستخدم هاي التقنيتين. الألتراسونيك لايثوتريبسر
هو يعني جهاز عن طريق كريستالات يعني بصير يتحرك بطريقة سريعة جدا. نعم. وبالتالي بفتت الحصى وبسحبها بنفس الوقت، فأنت مجرد ما حطيت البروب على الحصوة زي كأنه سحر، بشفطها وبكسرها بنفس اللحظة، ما بضل بقايا. نعم. تمام. يعني في دكتور بصراحة موضوع الحصو وجزء كثير بنعاني منه، ولكن احنا بدنا نشكرك دكتور راشد على هاي المعلومات والتوضيح اولا للمشاهدين آلية تجمع هاي الحصى. شكرا دكتور راشد الخيلة، وانت اخصائي كلى ومسالك بولية ومن وزارة الصحة، شرفتنا وياك. يسعد صباحك. شكرا.